موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قائد فصيل مشايخ الكرامة ليث البلعوس وعدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية يلتقون وفدا روسيا في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، ويتقدمون إليهم بعدة مطالب أبرزها إخراج المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وإيران من المحافظة. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 13 عنصرا من وحدات حماية الشعب المنضوية في صفوف قسد شمالي سوريا. الائتلاف الوطني السوري يطالب في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالتحرك العاجل لإنقاذ سكان مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية. وفاة طفلين وإصابة آخرين جراء اندلاع حريق إثر انفجار أسطوانة غاز منزلي في مخيم التوينة للنازحين غربي الحسكة شمال شرقي سوريا. الائتلاف الوطني السوري يدين القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر ويصفها بالأعمال العدائية الوحشية، مؤكداً أن الشعب السوري يقف إلى جانب أشقائه الفلسطينيين. اتفاق وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.